مكبات للنفايات في شوارع مدينة تعز وروائح تنم عن حجم الكارثة المنتظرة هنا. أما بالنسبة لهذه الأدخنة فهي تفسير لسخط المواطنين الذين يقومون بإحراق أكوام القمامة المتكدسة وسط الأحياء السكنية بعد توقف عمل عربات النقل المتخصصة بالنفايات. موضوع القمامة المكدسة في الشوارع، السبب الرئيسي يعني بالتأكيد وجود مشكلة إدارية في السلطة المحلية في المحافظة. إذا انحلت المشكلة الإدارية على ما أعتقد في المحافظة، من هناك سيتم حل مشكلة القمامة. بخصوص هذه الحالة التي تبدو عليها المدينة، فلا شيء يستجد في هذا الجانب سوى تبادل الاتهامات بين السلطة المحلية وصندوق النظافة حول المتسبب في تحويل هذه الأحياء إلى مكب واسع للنفايات التي تحولها إلى حيز لا يطاق العيش فيه من فرط الحالة التي فاقمت من قدر المدينة السيء والمخيف. الإمكانيات الشحيحة للصندوق، لأن لا توجد موارد تغطي مصروفات الصندوق بشكل متكامل. قلة الدعم أيضا المقدم من السلطة المحلية. السلطة المحلية إلى الآن للأسف الشديد لم تقوم بدوره بشكل إيجابي من دعم صندوق النظافة. تكدس مخلفات القمامة في أنحاء المدينة يأتي نتيجة إضراب موظفي صندوق النظافة والتحسين عن العمل، احتجاجاً على استمرار السلطات المحلية في عدم صرف مستحقاتهم في ظل غياب شبه تام لموارد الصندوق التي لا تسد أبسط ما يحتاجون بحسب مسؤولين. الإضراب مفتعل أحياناً بمبرر وأحياناً بدون مبرر. يعني مثلاً يأتي العامل معه مستحقات أسبوعين، يصرف له أسبوع، تتأخر الإجراءات العادية بمسألة الصرف إلى يومين ثلاثة أيام، العامل ما عاد يصبرش حتى يوم أو يومين، يقول لك خلاص صرف الأسبوع هذا بصرف الأسبوع الثاني بشكل مباشر. أحيانا تكون إجراءات في المالية لا أكثر ولا أقل، تتأخر في البنك، تأخر الشيك، تأخر. الإضراب الرابع لعمال النظافة ولا حلول جذرية تنهي معاناة يتقاسمها السكان وعمال النظافة على حد سواء والتي فاقمت الوضع الراهن. منذ أشهر ومشكلة النفايات في المدينة تشغل الرأي العام، حيث يسير السكان هنا إلى كارثة بيئية تضاف إلى رصيد المحافظة التي يتقاسمها الثالوث المخيف، الخوف والمرض والموت. مها البرطي، قناة بلقيس.